صائح لسن الأربعين. مرحبا وأهلا وسهلا بكم أعزائي في هذه الحلقة الجديدة. نصائحنا للمرأة في سن الأربعين: أولا، قومي بتبييض أسنانك، ذلك سوف يعطيك مظهرا أفضل وأجمل. وأيضا حافظي على وزنك وقومي بممارسة التمارين الرياضية المختلفة، لأن عملية الأرضع تصبح أكثر بطئا بسبب تقدم أو بسبب تقدم العمر. وأيضا احصلي على حمالة صدر جيدة ومناسبة لك، فمع التقدم في السن كما نعلم يصاب الصدر بالترهل مما قد يؤثر على مظهره. فبالتالي أعزائي، أتمنى بإذن الله لكم حياة صحية وجميلة في سن الأربعون، وإلى اللقاء.